فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طلبت من أحد الأشخاص أن يحول لي مبلغا إلى خارج المملكة وأعطيه مكافأة على ذلك، فهل في ذلك حرج؟ إذا كان من مالك روح مالك، أخذه وروحه مع عاملة أو مع أحد أمانة معه يديها وأخذ عليه أجر، ما يخالف، على الحمل، أجر على الحمل. أما أنه يعطيك من ماله ويأخذ عليك زيادة، هذا لا، هذا قرض، قرض ربوي ولا يجوز. نعم.